قولي شو عملتوا. رحنا وحكينا مع كنان وناطرين خبر، رح تنحل. رح يقبل ينفذ الموضوع؟ رح يحكي مع أخوه رستم بهالقصة، وإذا قالوا إيه فقدرة رح يطلع جسم من المهجع. تمام، برافو عليك مجد. شايف شو صار يا كرم؟ قديش طلع مجد ذكي وبيحل المشاكل بسرعة. سريع بيحل المشاكل بسرعة. مجد، قديش رح يكلفنا هذا الموضوع لينحل؟ بابا أنا بعرفهم منيح من وقت خدمتي بالشرطة، بيشتغلوا بأعمال صغيرة. قلت له نفذوا هالموضوع وبتصيروا تشتغلوا مع بابا جلال وبتكبروا. برافو عليك. بتعرف لو كنت مكانك يا كرام كنت بغار منه لمجد. شو هالحكي بابا؟ شو هاد بابا؟ ليش حرقته؟ بصراحة كان في شغلة صغيرة زعجتني وحرقتها مشان ارتاح وما عاد فكر فيها. شو الشغلة اللي زعجتك بابا؟ شغلة صغيرة بعدين بقول لك عليها.